فريق فرسان فريق التحدي فرسان يقدم التحدي يقدم مسلسل كما تدين تدان. تمثيل يوسف محمد، مروة السبع، أماني حسن، شهد عبد الرحيم، محمد السبع، حسام عبد التواب، دعاء السبع. تأليف ومونتاج يوسف محمد. نتمنى لكم استماع موفق. الحلقة الثانية. أنا دلوقتي قدام عروستين، واحدة معها شقة إيجار والتانية معها شقة تمليك. طب أخد مين؟ أخد اللي هتدفعني إيجار، ولا أخد اللي شقتها ملكها ومش هتدفعني حاجة؟ يعني أخد اللي معها شقة إيجار وهتخلينا كوع إيجار كل شهر، ولا أخد اللي معها شقة تمليك ويبقى فلوسنا كلها في جيبنا؟ يعني بسنت ولا هدى؟ هدى ولا بسنت؟ ما اظنش اني محتاجه تفكير. خلاص انا راح الشغل اللي جابتولي بسنت، وان شاء الله اقبل فيه ويعجبني واتجوز هدى دي معاها شقه تمليك مش هدفع حاجه. يبقى انا استفدت بالشغل واستفدت كمان بالشقه. ياه، بضيت لك في القفص يا ياسر. طب انا فعلا بكده كسبت كل حاجه، لقيت شغل بسهوله، لا وكمان شقه تمليك. اقوم امشي بقى وبالي مرتاح. يا برنس الحساب اتفضل. الظاهر ان مفيش حد موجود. افتح باب المفتاح اللي معايا. ياه، انا مش مصدق انا وصلت البيت. بجد كان يوم متعب قوي. انا ما كنتش مصدق اني هتقبل في الانترفيو دوت، بس الحمد لله، بجد الحمد لله اني اتقبلت فيه. لا وايه، هشتغل من بكره. لا 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 بجد انا مبسوط دلوقتي. وانا اتصل بنغم واقول لها ان اتوصل لبسنتي ان احنا ما ينفعش بعضينا، واديني ضمنت الشغل وادور بقى اللي معاه شقه تمليك. ايوه انا سنجل عادي مبسوطه ومفيش حد بيقرف فيا. طب ليه سعادتي تكون مربوطه بطيب لو راجل او صحوبيه؟ الو، ازيك يا نغم؟ ازيك يا اسر، عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله. بص بقى يا نغم، انا عايز اقول لك كلمتين توصليهم لبسنت ولو سمحتي من غير ما تتناقشي في حاجه. خير؟ بص يا بنتي، قوليها ان احنا موضوعنا ده مش هينفع يكمل، وانا بصراحه مش هقدر لا اخطب ولا اتجوز دلوقتي، وكل شيء اسمه نصيب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتتكلم بجد؟ ما انا قلت لك ما تتناقشيش هنا. يلا سلام. طيب سلام. انا وحيده ده انا من كتر ما جرالي بيصعب حالي على حالي. الو، ازيك يا هدى؟ ازيك، ايه الاخبار؟ هدى انا كنت عايزه اقابلك بكره، كنت عايزه اقعد اتكلم معاكي شويه. انت هتكوني فين بكره؟ هكون في الكليه. قشطه جدا. ايه رايك نتقابل الساعه 11 في الكافيتيريا؟ 11 كويس، هكون خلصت المحاضره. خلاص نتقابل الساعه 11 ان شاء الله في الكافيتيريا. تمام خلاص مفيش مشكله، هستناك في الكافيتيريا. تمام خلاص ماشي يا ايسر. ما تاخريش. انا مش هتاخر عليك. قشطه، مش عايز حاجه؟ مع السلامه.
اشوفك بكرة. ماشي سلام. باي باي. انا وحيده انا من كتر ما جرالي بيصعب حالي على حالي بقيت حتى ما بحلمش في يوم ارتاح. ايوه يا اسر. ايه هدى انت فين؟ انا مستنيكي. معلش والله اصل الدكتور اخرنا شويه في المحاضره. خلاص تمام انا مستني اهو. خلاص انا جايه اهو. مش عايز اي حاجه؟ خلي بالك منها. ربنا يخليك يا رب. ما تتأخريش. طيب خلاص انا مش هتأخر انا جاية. طب تمام سلام. يلا باي. هو انا اتجننت اسيب شقة تمليك اروح لشقة اجار ليه؟ هو غباء؟ انا افتح النت كده اشوف الدنيا فيها ايه. انا من تيجي ياسر. هاي هاي. عامل ايه؟ عامل نظافة، عامل عبيط، عامل من بنها زي ما انت تحبي. ياه ده انت شكلك مبسوط قوي النهاردة. يعني شقة تبليك وممكنش مبسوط؟ هو حد يشوفك وما يتبسطش؟ مرسي قوي يا ياسر كلك ذوق. يا برنس تشرب ايه بقى؟ هشرب هات شوكليت. عندك هات شوكليت؟ اه في. خلاص تمام هات لنا اتنين. تحت امرك. انا سألتك سؤال امبارح ممكن اسأله تاني او اكمله؟ سؤال؟ اتفضل. انا سألتك امبارح قلتلك ايه شروطك في العريس اللي هيتقدملك؟ طب لو قلتلك ان العريس ده هو انا هتقبليني يا هدى؟ ايه؟ معقول؟ انت؟ انت يا اسر؟ معقول اسر يفكر ان هو يخطبني؟ ياه انا ابقى خطيبة اسر؟ معقول؟ بس انا سمعت ان انت خاطب. ما انت عارفة ان الاشاعات في الكلية كتير يا هدى، كل واحد يسلم على بنت يقولوا ده مخطوبين مرتبطين، وصعب بتوصل ان يقولوا متجوزين كمان. هو انت بتاخدي بالكلام دوت؟ لا 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 خالص، انا لا مرتبط ولا خاطب ولا اي حاجه خالص. لو كده انا ما عنديش مانع. بجد يا هدى؟ طب تحب تقدم لك امتى؟ بسرعه كده؟ لازم يكون بسرعه، حد زي العسل زيك يتفوت. خلاص انا هقول لعمي وارد عليك. عامه انا مستني ردك على احر من الميه المغليه. بقولك ايه، معلش انا متاخر عشان خاطر ورايا مشوار، تحب اوصلك؟ لا انا هستنى شوية علشان طلع للدكتور هسأله على حاجة. خلاص تمام انا ماشي. يا برنس. تحت امرك. الحساب اتفضل. انت مش عايز حاجة؟ مرسي يا ياسر عايز سلامتك. عامة بخلي بالك من نفسك وطمنيني عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نتكلم معاكي شويه؟ انا تحت امركم اتفضلوا. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا؟ طيب لا لو سمحتي انا مش عايزه اقعد في الكافيتيريا، ممكن نقعد في مكان تاني؟ ليه مش عايزه تقعدي في الكافيتيريا؟ هتعرفي لما نقعد معاكي. ايه رايكم تيجي نقعد على الكراسي دي؟ مفيش مشكله اتفضلوا. طب تمام اتفضلوا. هو انت تعرفوني؟ بصي احنا ما نعرفكيش بس عايزين نقولك على حاجة. عايزة تصدقي صدقي، مش عايزة براحتك وذنبك على جنبك. تفضلي انا سامعاكي. خير؟ انا شفتك امبارح مع ياسر صح؟ فعلا انا كان عندي مشكلة وكنت عايزة اي حد يسمعني، فما لقيتش حد قدامي غير ياسر فاتصلت بيه
قابلته واتكلمنا مع بعض. على فكرة بقى، ياسر اللي قدامك ده لما على شقة ولا شغل، وهي قدرت والحمد لله توفر له شغل وشقة إيجار يقدروا يعيشوا فيها. إزاي؟ إزاي اللي انت بتقوليه ده؟ هو طلب مني ان هو يتجوزني، وانا هكلم عمي وارد عليه. أسر بيحبني انا، أسر هيتجوزني انا. حرام عليكم، كفاية بقى، كفاية بقى ترموا بلاكوا على الناس. أسر انسان كويس وجدع، انا اعرفه من زمان. عامة الحمد لله ان ربنا نجاني منه، ولو انت فعلا مقتنعة بيه اشبعي بيه. لو سمحتي ما تتريقيش، وبلاش ترمي انت بلاكي على الناس. والحاجة التانية، ما تظلمهوش، علشان بكره هيجيلك اللي يظلمك. عامة اللي عمله في بسنت بكره يعملوا فيكي. الحمد لله ان هو ظهر على حقيقته. خلصتوا كلامكم؟ ميرسي قوي على النصيحه، يلا باي. عامة احنا غلطانين عشان ضيعنا وقتنا مع واحده ما تستاهلش. يلا يا بسنت نمشي. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح ليك يا ظالم. معلش يا بسنة، خلاص بقى ما تتهيقيش نفسك، ارجوكي ما تعيطيش. وبعدين انا نفسي اعرف دلوقتي انت بتعيطي ليه؟ وهي احسن مني في ايه يعني؟ كل ده علشان هي معاها شقه تمليك وانا لا. ما انا كمان وفرت له شغل وشقه ايجار. بعد كل ده وبتقولي لي بتعيطي ليه؟ انت شايفه يعني ان اللي حصل ده حاجه عاديه يعني؟ هو ما كانش يستاهلك صدقيني. طيب انت عندك الجامعه اهي فيها شباب كتير، ممكن يكون في واحد منهم احسن منه مليون مره. اه طبعا ممكن، بس بعد ايه؟ اقول لك على حاجه بقى، انا ما كنتش برتاح له. خلاص اللي حصل حصل، علشان خاطر ما فايتش. طيب تعالي نخرج او ناكل بره او نعمل اي حاجه تانية. انا خلاص مش عايزه حاجه. طيب تعالي معايا البيت، هنقعد وهنفرفش، هخرجك من المده تماما. انا ماليش نفس اعمل حاجه خالص. يلا بس نركب وتيجي معايا. لا مش هينفع، انا عايزه اقعد لوحدي. لا انت لازم فعلا تيجي معايا، انا مش هسيبك في الحاله دي. لا مش هقدر اجي معاك، ارجوك سيبني اقعد لوحدي. لا هنركب وهتيجي معايا ومش هتقعدي لوحدك. انا مش عايزه اقعد مع حد، ولا عايزه اتكلم كمان مع حد. انا مش هقدر اجي معاك، خلاص انا هروح. ولا هتروحي لوحدك، ما تخلينيش اروح معاكي. وافقي بقى عشان خاطر. ارجوكي امشي انت وسيبيني، انا عايزه اقعد لوحدي. طب اعمل لك ايه طيب عشان تيجي معايا؟ انا هبقى كويسه، بس سيبيني لوحدي شويه. بصي هي كلمه ومش هرجع فيها. يلا عشان تيجي معايا، يلا اتفضلي اركبي. خلاص يلا هاجي معاكي. اخيرا. ايوه بقى كده. اهلا بيكم مره ثانيه يا مرحبا. كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضرتك. مين يعني؟ طبعا ايوه جايه. مين؟ انا هدى يا مرات عمي. افتحي. النهارده بتعادي في الجد بيتبسم. هدى ازيك يا بنتي؟ ازيك يا طنط امل، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ عاش من شافك يا هدى. انت اخبارك ايه واخبار عمي ايه؟ والله الحمد لله كلنا بخير. والاولاد تمام؟ تمام، بيسلموا عليك الحمد لله. الحمد لله. تشربي ايه؟ لا انا مش جاي اشرب حاجه، انا كنت عايزاكي في موضوع بس. طب اشربي بس حاجه الاول. لا ميرسي شكرا. خلاص ماشي، اتفضلي يا بنتي. خير؟ طنط امل، هو انت مش بتعتبريني زي بنتك؟ طبعا يا حبيبتي، طبعا ده انت بنتي. بجد يا طنط؟ اكيد يا حبيبتي طبعا. هي دي عايزه كلام يا هدى؟ استر يا رب ما بيجيش من وراها غير كل شر البنت دي. خير يا هدى؟ انا كنت عايزاكي تقنعي عمي ان انا اتجوز ياسر. انت لسه بتفكري في الولد ده؟ يا طنط انا بحبه. بتحبيه ايه؟ انت اصلا مش عارفه مصلحتك. لا يا طنط انا عارفه مصلحتي كويس. وبعدين ما فيش حاجه اسمها حب والكلام ده. يا طنط ده كان على ايام كنت. ايامنا؟ انت بتغلطي فيا يا هدى؟ لا يا طنط انا اسفه. وبعدين اقنع عمك ازاي اذا كنت انا مش مقتنعه اصلا؟ انتظروا الحلقه القادمه من مسلسل كما تدين تدان. تمثيل يوسف محمد،
مروة السبعة، أماني حسن، شهد عبد الرحيم، محمد السبع، حسام عبد التواب، دعاء السبع. تأليف ومونتاج يوسف محمد.